قيم الوضع الآن على الصحة الفلسطينية، ما هو العنوان العريض الآن في الشارع الفلسطيني؟ يمكن أن نتحدث اليوم بأن الواقع الفلسطيني في القدس خاصة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أنه قاب قوسين أو أقل من الانفجار الكبير. المعطيات التي رصدناها في عام 2022 يمكننا أن نتحدث بأنها معطيات استثنائية بكل تفاصيل التهويد وكل تفاصيل القمع والأسرى التي تفرضها سلطات الاحتلال. هذا القمع الكبير الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 48 هو العنوان الأبرز للعام الماضي، الذي ختم بوصول حكومة يمينية متطرفة تجعل العناوين الأساسية لها ولتحركاتها هي فرض المزيد من الضغوطات على الفلسطينيين، فرض المزيد من التهويد، مزيد من هدم المنازل. كل هذه المخططات تنعكس على أرض الواقع، لأن اليوم عمليا الفلسطيني وجد نفسه بأنه يواجه نظام لا يفهم إلا بلغة القوة. هذا النظام الإحلالي الاستعماري الموجود حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثبتت التجارب جميعا بأنه لا يفهم إلا لغة القوة. لذلك اليوم الفلسطينيين هبوا في هذا الوقت وفي هذا التوقيت وبدأنا يعني نشاهد مرة جديدة مثل هذه العمليات النوعية. فلذلك حاليا الآن نحن أمام مفترق طريق، إما أن يؤدي إلى تفجر للهبة الفلسطينية الشاملة على غرار ما شاهدناها عام 2021، وإمكانيات تفجر هذه الهبة كثيرة جدا. نحن نتحدث فقط عن إرث الماضي الذي حصل من أرقام متعلقة بهدم المنازل أو بالشهداء أو بالقمع أو باقتحام المسجد الأقصى المبارك، لا، نحن نتحدث عن مسار تريد أن تفرضه هذه الحكومة وأن تريد أن تصعد فيه، خاصة بأن أحد أبرز أوجه هذه الحكومة وهو واحد من أبرز المتطرفين هو إيتمار بن غفير، الذي هو من اقترح العقوبات التي تحدثتم عنها في مقدمة هذه الحلقة، العقوبات التي ستفرض على منفذي العمليات الفردية وذويهم، ما يجعل أصلا الحالة الفلسطينية تدخل في دائرة، لن أقول دائرة العنف لأن هذه الكلمة ليست كلمة دقيقة، بل هي دائرة المقاومة والمواجهة، يعني لكي يدخل الفلسطيني في دائرة من المواجهة، لأنه سيعرف بأنه إن لم يواجه سيطرد من منزله، سيفرض عليه المزيد من القوانين العنصرية المتطرفة، وفي المقابل سيكون خياره الوحيد المواجهة مرة أخرى. سيد علي، بين الاعتداءات والاعتقالات وإجراءات انتقامية كثيرة، هدم المنازل، أيضا تعزيز الشرطة بكثير من الأسلحة، أيضا تعزيز تواجد الشرطي في شوارع المدينة المقدسة، تعزيز المستوطنين وترخيص حمل السلاح لهم بشكل كبير، كل هذه ربما تنبئ عن يعني كما قلت مواجهة ما بين الشعب الفلسطيني الحر وسلطة الاحتلال. هل الشعب الفلسطيني من جانبه مهيأ لمثل هكذا مواجهة، مستعد بشكل أو بآخر؟ اليوم الفلسطينيين يعني أثبتوا وأثبت التجارب معهم منذ احتلال فلسطين عام 48 منهم شعب مضحن، وهو ضمن السمة العامة التي تعبر كل شعوبنا العربية والإسلامية، ونحن رأينا في العشر سنوات الأخيرة كيف ضحت هذه الشعوب لتنال حريتها، وأظن الشعب الفلسطيني هو واحد من أوائل الشعوب التي قاتلت وناضلت لكي تنال حريتها على الرغم من هذا الدعم المنقطع النظير للاحتلال. اليوم المواجهة إن صح التعبير بين الاحتلال وبين الفلسطينيين مواجهة غير عادلة. نتحدث عن قوة مهيئة مدججة بالأسلحة، لديها من العتاد والدعم المالي والمؤازرة الكثير جدا، في مقابل نحن نتحدث عن قوة شعبية خاصة في القدس المحتلة. في مثلا غزة لدينا إطار منظم فصائلي بنى قوة متراكمة، ولكن نحن نتحدث في الضفة والقدس المحتلتين نحن نتحدث عن إطار شعبي. خير علقم على سبيل المثال، حتى الشباك الإسرائيلي لم يكن لديه معطيات عنه بأنه له خلفية فصائلية أو خلفية يمكن أن تدفعه للقيام بمثل هذه العملية. لذلك الحالة الشعبية اليوم على الرغم من هذه السيولة إن صح التعبير أو عدم التنظيم، ولكنها في الوقت نفسه تستبطن قدرة على المواجهة، ونماذج المواجهة في القدس المحتلة نماذج كثيرة جدا.
يعني على سبيل المثال نحن نتحدث في السبع سنوات أو الثمان سنوات الأخيرة لدينا عدة محطات أثبت فيهم الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال بأساليب مواجهة غير عسكرية بالمعنى التقليدي. يعني ليس في القدس مثلا خلايا عسكرية أو خلايا مقاومة منظمة، ولكن لدينا ما نسميه المنفذين المنفردين الذين يفكرون بالعملية وينفذونها بضمن مقدرات فردية. وكثير من الأسلحة على سبيل المثال التي تستخدم في مثل هذه العمليات هي أسلحة مصنوعة مثلا في مخارط محلية، أي أنها أسلحة غير معدة للاستخدام الحربي على سبيل المثال، وتم استصلاحها ضمن منظومة معينة داخل الأراضي الفلسطينية. وتتفاخر مثلا أزرع الاحتلال الأمنية سنويا بأنها تصادر أو تغلق العشرات من هذه ما يسمى الورش أو المخارط أو غير ذلك. أعود للحديث عن المحطات. في عام 2015 اندلعت الهبة الفلسطينية أو ما عرفت حينها بهبة السكاكين. في عام 2017 كان لدينا محطة أخرى وهي هبة باب الأصباط، التي لم تكن هبة فيها أسلحة أو فيها مواجهة بالشكل التقليدي، بل كانت هبة استخدمت فيها العبادة عندما حول الفلسطينيون الصلوات الخمس أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك وكسروا الاحتلال الذي اضطر حينها لسحب البوابات الإلكترونية، وسميت الانتفاضة أو الهبة بهبة البوابات الإلكترونية. ثم عام 2019 أيضا الهبة داخل المسجد الأقصى المبارك وهي هبة باب الرحمة. عام 2021 الهبة الفلسطينية الشهيرة التي ابتدأت وانطلقت من المسجد الأقصى المبارك. كل هذه الهبات. طيب يعني على الجانب الصهيوني نجد يعني إتمار بن غفير هو الموجود على رأس وزارة الأمن القومي، يعني هو أيضا يميني متطرف بشكل كبير ويسعى بشكل كبير إلى صد هذه الاعتداءات أو حتى محاولة يعني كما يقول الـ يعني السيطرة على هؤلاء الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات منفردة بشكل قاسي وأكثر مما يتخيل البعض. هذا التصادم إذا ما حدث من سيكون له الغلبة؟ نعم نحن نفهم القوة المادية والسلاح والعتاد للجانب الصهيوني، ولكن على الجانب الفلسطيني هم يدافعون عن أرض يمتلكونها، يريدون أن يموتون حتى عليها. هذه المشاعر موجودة في إذا تم التصادم بين هؤلاء اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني والإرادة الفلسطينية التي تسعى لتحرير الأرض، من برأيك يستطيع أن يغلب في هذه الأوقات على الأقل؟ اليوم الاحتلال على الرغم من كل هذه القوى ولكن هو احتلال هش. الاحتلال لا يقبل أن يسجل خسائر على هذا النحو. العقيدة إن صح التعبير، العقيدة الإسرائيلية تغيرت من 48، هذا ليس كلامي بل كلام كبار المحللين داخل دولة الاحتلال، الذين قالوا بأن البنية التي قام عليها المجتمع الإسرائيلي في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات قد تغيرت اليوم. لم تعد الأمهات في الإسرائيليات الصهيونيات تقبلن أن يفقدن أبنائهن في الحروب، بل حتى في مثل هذه العمليات. هذه التركيبة الهشة اليوم الاحتلال يعيش مرحلة خطيرة جدا. بعض المحللين يتحدثون عن تشرذم وتشظي المجتمع الإسرائيلي. هذا المجتمع لم يعد مجتمع متماسك، لم يعد مجتمع على شكل واحد. نحن لدينا طرفي نقيض بين اليهودي العلماني الذي لديه أولويات في الاقتصاد، في العمل، في التطوير والحياة على النسق العلماني، وبين اليهودي المتدين الذي يريد المحافظة على الأطروحات والتقييد الديني اليميني المتطرف. لذلك هذه الخسائر البشرية التي يمكن أن تتكرر في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة لن يتحملها الاحتلال. أذكر حضراتكم والسادة المشاهدين بأن في عام 2016 كان طبقت استراتيجية لدى الأمن الإسرائيلي اسمها جز العشب، وكانت مفادها بأن كل من ينفذ عملية سيتم حصاره وتضييق عليه وعلى ذلك بشكل كبير، وبعض عوائل منفذين عمليات فردية تم إخراجهم من القدس المحتلة، طردوا خارجها. هذه الاستراتيجية أثبتت فشلها، ثم أعاد المستوى الأمن الإسرائيلي وطورها وابتكر استراتيجية ثانية اسمها اقتلاع الجذور، أي أنهم لن ينتظروا المنفذ الفلسطيني ينفذ العملية، سيحاولوا أن يقضوا أو يوقفوه قبل أصلا أن يفكر. وحينها كشف الشباك الإسرائيلي بأنهم اعتقلوا خلايا وغير ذلك، ولكن
أثبتت المعطيات وأثبتت السنوات من قبل 13 عاما إن استطاع أن يصل إلى سلاح وأحيانا إلى سكين سيكون نموذج لتنفيذ العمليات. لذلك هذا الشق الأمني من الضغط على منفذي العمليات لن يجدي نفعا، لأنه لم يوقف في النماذج السابقة وفي السنوات السابقة منفذي العمليات، وشاهدنا كيف تكرر المنفذون وكثير منهم كما ذكرت ليسوا فصائليين بالمعنى التقليدي، بعضهم أبناء مساجد، بعضهم يشاهد ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، بعضهم تغلي فيه الحمية والمروءة العربية والإسلامية ويقوم مثلا بتحريك سيارته وينفذ عملية دهس. كل هذه المعطيات تجعل من الصعب جدا على المستوى الأمني الإسرائيلي أن يتوقع مثل هؤلاء الذين يطلق عليهم لفظ الذئب المنفرد. ما جرى في العام الماضي في مثل هذه الأيام عندما تكررت عدد من العمليات في داخل الأراضي المحتلة في الخضيرة في تل أبيب وغير ذلك، شاهدنا الاحتلال، شاهدنا الجمهور المستوطن وكان بن كثير حينها واحدة منهم يلقي باللوم ليس على الفلسطينيين بشكل أساسي ولكن يلقي اللوم على المنظومة الإسرائيلية، وهو ما جرى في العملية الأخيرة عندما هاجم المستوطنون بن كثير، حتى بأن هناك بعض حاخامات الاحتلال قاموا بالتصريح وبالقول بأن اقتحام المسجد الأقصى المبارك هو سبب أو واحد من الأسباب التي تدفع الفلسطينيين للقيام بمثل هذه العمليات. أي أننا اليوم أمام حالة إسرائيلية تحاول أن تتحصن بالقوة، تحاول أن تتحصن بفائض الأدوات القمعية والإرهابية التي تمتلكها. نحن اليوم عندما يهدم مثلا منزل فلسطيني من الصعب جدا أن تعوض هذا الفلسطيني عن منزله، فكيف إن كان صاحب أو منفذ عملية وكيف إن سيطرد؟ ولكن مرة ثانية إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذا الألم ربما في الحالة الإسرائيلية هو ألم مضاعف لأنهم كما ذكرت لا يتحملون مثل هذه الخسائر. الرأي العام الحالي الإسرائيلي لم يعد رأيا يقف خلف حكومته وما تقرره. يعني على سبيل المثال اليوم سمعت تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود بارك دعا فيها للاعتصام للعصيان المدني. أي أننا أمام حالة سيستمر فيها التشظي. فإن قربنا المشهد نحن أمام مقاومة مستمرة على الرغم من ضربات الاحتلال، وهذا الاستمرار ليس استمرارا يمكن لفصيل أو جهة أن تقول أنا خلفه، بل أبدا، بل هو استمرار شعبي جامع يكون القرار فيه أولا وأخيرا لمنفذي هذه العمليات. المسار الثاني هو المسار الذي تخوضه دولة الاحتلال زادها الله تشظيا وتشتتا، هذه المعارضة التي تتكون، هذه الاحتجاجات التي تنظم بشكل شبه يومي في الأراضي المحتلة. لذلك اليوم الاحتلال في حالة من الهشاشة ربما ستؤدي به لم يكن. طيب إذا حدثت أستاذ علي مثل هذه العملية التي أسقطت 7 من المستوطنين، إذا ما حدثت عدة عمليات بنفس النسق، كيف سيكون صداها في الداخل المحتل الصهيوني؟ طبعا سيكون صداها خطيرة جدا. كما ذكرت منذ قليل اليوم الاحتلال أو المجتمع الاحتلال لم يعد قادرا على تحمل هذه التكاليف المادية. المعطيات اليوم يمكن أن نسجل بعض المعطيات المهمة بأن مثلا على سبيل المثال مدينة القدس أصبحت مدينة طاردة للمستوطنين، أي أن الذين يأتون للقدس من المستوطنين للسكنى فيها أعدادهم أقل من الذين يخرجون منها. يعني في عام 2021 نقص عدد المستوطنين 8200، ونحن نعرف كيف تعطي سلطات الاحتلال دعما منقطع النظير لهؤلاء ليسكنوا في القدس المحتلة. هذا النموذج هو نموذج يتكرر ليس فقط في الأراضي المحتلة ولكن في كل في كل فلسطين المحتلة بالداخل 48 وغير ذلك. هذه الهجرة السلبية هي جزء من تفاعل إن صح التعبير اليهودي العلماني، أو هذا جزء من المجتمع مع ما يجري. هؤلاء لم يعودوا يتحملون البقاء في دولة الاحتلال، لديهم فرص، خاصة كثير منهم جنسيات أوروبية أو أمريكية وغير ذلك. في المقابل الذين يشكلون عصب المواجهة الدينية وليس العسكرية هم المتدينون، ولكن هؤلاء لا يخدمون في الجيش والشرطة عادة إلا من كان لديه توجيه معين في ذلك. هذه الحالة، حالة المراوحة الديموغرافية وازدياد، يعني آخر أرقام مثلا بأن فلسطين التاريخية التي نحن نعرفها أو التي قسمت إبان الاحتلال البريطاني، عدد الفلسطينيين فيها طبعا مع احتساب قطاع غزة بدأ أو أصبح أكبر عدد المستوطنين. القدس المحتلة مثلا كمؤشر رقمي، هذه المؤشرات الرقمية لكي نفهم
كيف يحاول الاحتلال أن يجلب المزيد من المستوطنين وخاصة من أوروبا الشرقية، وهذا ما تصاعد مع بعد أحداث أوكرانيا على سبيل المثال، وبعد الحصار الروسي كثير من اليهود الذين بقوا في تلك المناطق بدأوا يأتون، لكن هؤلاء أتوا للاحتلال كملاذ كمهرب وليس كعقيدة تأسيسية. لذلك أي ضربة أمام هؤلاء سيقولون نحن ما لنا ولهذه الدولة، نعود لأوطاننا أو لبلداننا. طب داني أقف عند الذين قاموا بهذه العمليات، يعني بالأساس الشيء الجديد الذي لم نعهده في الواقع الفلسطيني أنهم بشكل أو بآخر غير منتمين لحركات، هم شباب فلسطيني عادي. هذه الروح التي بدأت توجد في الشباب الفلسطيني، أو الآن يحاول أن يسميها كما قلت الإعلام العبري بأنهم الذئاب المنفردة، شخص لا يحسب له حساب، لا يعرف من أين جاء، يحمل هما معينا، يمسك سلاح ثم يخرج لينفذ عملية ما. هذه الشكل أو هذا الشكل، هل سؤالين، الأول يعني هل بدأ ينتشر بشكل كبير بين جميع الشباب الفلسطينيين سواء في رفح أو في غزة، وأيضا على الجانب الصهيوني هل من الممكن، ما هي الخيارات التي أمام نتنياهو من أجل مواجهة هكذا أفكار أو هكذا قرارات بدأ يتخذ الشباب الفلسطيني؟ نعم، هذا الكلام نستطيع أن نرصده بشكل أساسي منذ عام 2015، يعني عندما كان هناك هبة السكاكين قمنا برصد منفذين عمليات أعمارهم وخلفياتهم، وجدنا بأن أكثر من 78% من منفذي هذه العمليات هم شباب لم يتجاوز أعمارهم 20 21 22 عاما، أي أننا أمام كتلة بشرية فتحت عيونها على الاحتلال، لم تعرف غيره يعني قوة غاشمة في هذه الأرض. أيضا تعرضوا لمحاولات لتشويه وغسل الأدمغة. اليوم الاحتلال عندما يستهدف مثلا التعليم في القدس المحتلة، هو لا يستهدف التعليم لذاته بل يستهدف تعليم لآثاره على هؤلاء الشباب، وعلى الرغم من ذلك كل أو أغلب من ينفذ هذه العمليات، عندما مثلا نعود ونشاهد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حساباته، كيف يتفاعل مع الأحداث في فلسطين، كيف يتوق، كيف مثلا يعني يضع التفاعل مع المسجد الأقصى المبارك، قضية مركزية إسلامية أصيلة في للفلسطين والمسلمين بشكل عام. هذا النسق هو الذي يتكرر عاما بعد آخر. نحن نعرف أن الاحتلال منذ اتفاقية أوسلو وحتى وبعد انتفاضة الأقصى بشكل أساسي ضرب كل الإطار التنظيمي، يعني اليوم الإطار التنظيمي إن وجد في القدس المحتلة وفي يعني بشكل أساسي هو إطار أحيانا يكون إطار ضعيف جدا، ليس أكثر من إطار يجمع كبار السن أو بعض القيادات التاريخية، أما الشباب لم يعودوا ينخرطون بمثل هذه الأمور بشكل أساسي. لذلك إمكانية استكشاف أو التعرف، يعني هذه الأدوات الأمنية الإسرائيلية لترصد مثل هؤلاء أصبح أصعب جدا. نحن نتحدث عن منطقة أو مدينة تضم عدد هائل من كاميرات المراقبة المتطورة والحديثة وفيها أنظمة تجسس عالية الدقة، هذه من جهة. لذلك التوقع بأن هذه العمليات ستتصاعد، خاصة بأن الاحتلال سيذهب على عادته نحو الصلف، نحو المزيد من الضغط، مزيد من القمع، مزيد من الإجراءات القمعية على أرض الواقع. نحن نشاهد ونتابع كيف يحاول بن غفير ومن خلفه اليمين المتطرف أو اليمين الديني الصهيوني أن يشق كثير من الطرق العسيرة التي حتى الاحتلال بحالته الآن غير قادر على تحمل نتائجها، تهجير الخان الأحمر، تهجير أحياء سلوان، تصعيد اقتحام واستهداف المسجد الأقصى المبارك، حتى استهداف المسيحيين وهو تصاعد في الأشهر الماضية بشكل كبير جدا، واليوم المكون المسيحي مكون شبه يطمحل من القدس المحتلة وهو مكون يمتلك أكثر من نصف مساحة القدس. طيب أخيرا أستاذ علي، إذا ما ذهبنا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طار صباحا من مصر إلى دولة الاحتلال إلى تل أبيب، وهناك قال أن علينا أن نركز بشكل أو بآخر على الاحتلال أو على الملف الإيراني. هل هذا يعد هروب إلى الأمام، وهل يجدي هذا خاصة مع الداخل الصهيوني، مع المستوطنين الذين يعيشون في الداخل الصهيوني، هل يجدي هذا نفعا بمحاولة الهروب إلى الأمام من أجل التركيز على الملف الإيراني ومحاولة نسيان أو تجاوز ما حدث من الفلسطينيين؟
هي صحيح، هي محاولة للتعمية، لإطلاق ما يسمى في السياسة يعني غطاء دخاني. يريدون أن يتناسوا ما حدث في الداخل الفلسطيني المحتل، هذه الشراسة الغريبة التي، عفوا ليست غريبة، هي الشراسة المتوحشة التي مارسها الاحتلال في جنين على سبيل المثال، وكل من قتلهم تفيد المؤشرات بأنهم لا يشكلون خطرا بالمعنى الأمن الإسرائيلي. لذلك هذا الصدف الإسرائيلي يعني اليوم الإشكالية أين؟ في الإعلام العبري وفي السياسة الغربية بشكل عام لا يركزون على الفعل الإسرائيلي القمعي الإرهابي، ولكنهم يركزون على ردة الفعل الفلسطينية. لذلك الآن عاد الحديث عن موضوع إيران، وهو ما جرى مثلا في اليومين الماضيين. اليوم هناك كلام عن استهداف إيراني على سبيل المثال، استهداف لمنشأة أو لشخصية. البارحة أيضا كان هناك استهداف لمنشآت. حتى اليوم الاحتلال يحاول أن يوجه الرأي العام الداخلي. اليوم نتنياهو إشكالته أين؟ أنه محصور ما بين يعني فكي الكماشة. الفك الأول هي المعارضة التي تنتظره في يعني أي خطأ لتثير الشارع أكثر وأكثر، والشارع كما ذكرت أصلا يعني يقوم بمظاهرات شبه يومية. الفك الآخر هو هذا اليمين المتطرف. اليمين المتطرف لا يهمه إيران كثيرا، لا تهمه الحالة العامة الخارجية، يريد أن يفرض حقائق ووقع على أرض الواقع. اليوم إتمار بن جفير كشخصية يأتي من خلفية حزب أو تيار كاخ. هذا التيار واحد من أكثر التيارات المتطرفة، وهو يعني مسؤول عن مجازر واستهدافات كثيرة جدا. لذلك هذا التيار لا يهمه ما سيجري في إيران على سبيل المثال، أو ما سيجري في الجبهة الشمالية. المهم لديه أن يحقق هذه الوقائع في القدس المحتلة، خاصة بأنها القلب الحقيقي للمعركة مع الاحتلال. أشكرك.